بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. متتبعي قناة محاكاة الطيران العربي، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم رانا في الشرق الجزائري، ورانا في ولاية قالما، ورانا داخلين لولاية قالما من جهة بومهرة أحمد. دونك هذا هو الفيلاج نتاع بومهرة أحمد، ودرك نكملو ديريكتومون رانا ندخلو للولاية تاع قالما. نرحبوا بالمشتركين جدد كامل تاع القناة، نقول لهم مرحبا بكم في القناة، ونشكركم على الاشتراك وعلى التفاعل معنا وعلى التواصل معنا. واللي راهو يشوف فينا جديد ثاني، نتمنى ان شاء الله يابوني معنا في القناة ويشترك معنا ويساعدنا لنشر الثقافة نتاع محاكاة الطيران، الثقافة اللي تقريبا شبه منعدمة في الوطن العربي كامل. ونقول لكم مرحبا بكم في القناة تاعنا، هذه اللي رانا بادينها بزيارات مختلف المناطق، سورتو في الجزائر وتونس. القناة ان شاء الله بعد مجموعة الزيارات هذه غادي تنتقل لمرحلة التعريف بالطيران او الملاحة الجوية، تعريف بالملاحة الجوية، تعريف ببعض الطائرات، التعريف ببعض المطارات، التعريف بالاجهزة المستعملة في الطيران، وبالإضافة إلى نديرو رحلات، سواء رحلات في افار صغيرة هكذا في زيال، ولا نديرو اي افار اللي تكون طويلة بطائرات لاينر. هنا رانا في الدخلة نتاع قالما، وهذه سي بالخير، الدخلة تاع قالما سي فيلاج، هذا سي بالخير. الميكروسوفت فلايت سيميلايتر، السيميلاتير هذا اللي خرج في 18 أوت 2020، واللي عطانا ليماج ساتيليت ريال، مارغري انه ليماج راهي قديمه شويه، دونك كاين حوايج اللي راهم كاينين في التيرا ما تلقاهمش هنايا في السيميلاتير، باسكو ليماج قديمه شويه. وميكروسوفت فلايت سيميلايتر راهي وعدت باللي غادي يديروا لا ميساجور نتاع ليماج ساتيليت في اقرب الاجل. احنا نتمتعوا بالصوره هذه اللي راهي جايه بلا ما نزلوا التحديثات. دونك ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وفعل زر الجرس باش يلحقك جديد نتاع القناه كامل. وما نطولش عليكم، نخليكم تتمتعوا بالمناظر هذه تاع ولايه قالما. والسلام عليكم في فيديو واحد آخر إن شاء الله.